إصحاح 33. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلا: هكذا قال الرب، قال الرب صانعها، صانع الأرض، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه، ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. هنا أرميا مسجون، إنما كل شوية تجيله رؤية أو يجيله وحي، وده شيء متكرر في الكتاب المقدس. في الوقت اللي رجال الله يبقوا متألمين ومضغوطين ربنا يبقى قريب قوي. يعني القديس بولس شاف المسيح بعينيه جوه السجن، نرجرجس المسيح قومه من الموت بعد ما قطعوه حتت جوه السجن. فالقديسين دول في أصعب اللحظات يلاقوا أجمل الرسائل والتعزيات، في الوقت القاسي الشديد اللي الناس يعني يتهيأ لها ان ربنا سابهم تماما، ربنا يقرب قوي ويقول رسائل مريحة قوي. هكذا قال الرب صانعها، يعني ايه ربنا عاوز يقول لأرميا؟ يا أرميا انت ما تقلقش زي الناس، انا اللي عامل الدنيا دي كلها، انا اللي عامل أورشليم، انا مؤسسها مصورها، فانا مسؤول عنها. كلام ده مريح، لاننا في وقت بيبقى الواحد حاسس انه يعني الدنيا كده سودت من حواليه والضغط من كل ناحية، وبعدين ربنا يقول ايه مهلك، مش انا اللي خلقتك، مش انا اللي عامل الدنيا دي كلها، مش انا اللي البداية والنهاية، خلاص انت عايل الهم ليه؟ قال الرب صانعها، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه، ادعيني فأجيبك. آية جميلة تفكرنا بكلمة المسيح: كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، ادعوني فأجيبك، نادي علي هجاوب عليك. بالبساطة دي، في واحد يقول ما أنا ناديت ما جاوبش، نادي تاني، أنت مستعجل ليه؟ ساعات الحكاية تبقى عاوزة شوية زن بس، اقرعوا اقرعوا يفتح لكم. ادعوني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. شيء عويص، يعني ايه معضلة، مشكلة، حاجة مش مفهومة، ليه ربنا بيعمل كده؟ عاوز تفهم صبر، ادعي ربنا كويس هيشرح لك، ولو ما شرح لكش هيبرد قلبك، هيعزيك، هيفرحك، والأيام كفيلة تشرح لك. فبيقول ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. يا من الناس تعيش وتقول ليه كده، ليه يا رب كده، وما تلاقيش إجابة، وبدل ما يدخلوا لربنا ويكلموا معاه ويسألوه يقعدوا لمؤاخذة يبرطموا في الكلام، يقعدوا يكلموا مع بعض. طب وهي الناس هتجاوبك؟ هي الناس ما تعرفش، ما تروح تسأل ربنا نفسه، موضوع بسيط. لو كنت مش فاهم له مش فاهم، زي ما أيوب بعد سنين من العند كده قال له: يا رب أسألك فتعلمني، قال له علمك، كنت فين من بدري، تعال أسأل وأنا أقول لك، ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. لكن إجابة ربنا أحيانا تيجي متأخر، مش دايما تيجي بدري. يعني مثلا دانيال طلع في وقت السبي بعد أرميا على طول. يجوز دانيال كان مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، لأن دانيال كان بيحب ربنا قوي، كان من البقية الباقية اللي لسه بتحب ربنا. وليه الهيكل يخرب، وليه الدنيا كده تبوظ، وليه ناس كتيرة تموت. وبعد سنين اكتشف ان هو واللي زيه في بابل خلوا العالم كله يعرف إله إسرائيل. يبقى السبي كان أحد بركاته انه العالم كله عرف من هو إله إسرائيل بسبب دانيال والثلاث فتي. فالسبي ده جاب نتيجة كويسة، جاب كرازة للعالم كله، يعني قيصر العالم أو ملك العالم ساعتها اعترف بربنا وطلع منشور عالمي أن يسجد لإله دانيال. طب هو خير هو، بس مين كان هيفهمه من الأول؟ مين كان يدرك أن اللي بيحصل ده كله له غرض كبير عند ربنا؟ ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف.
لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانيق، يأتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس الذين ضربتهم بغضبي وغيظي والذين سترت وجهي عن هذه المدينة لأجل كل شرهم. يعني إيه؟ الناس هتشوف بيوت أورشليم دي خربانة وكلها جثث، فطبعا هيبقى منظر صعب قوي. دي مدينة ربنا، دي المدينة المحبوبة، دي اللي ابتداها داود، طب ليه ربنا غضبان عليها كده؟ تبقى الناس تعبانة. قال له معلش، برضو فترة مطلوبة، مهما كان التأديب شديد المهم النتيجة النهائية في الآخر. هأنذا أضع عليها رفادة وعلاجا، رفادة زي المراهم وزي العلاجات كده. يعني ايه؟ صدقني يا أرمية، لو أورشليم دي خربت خالص أنا عندي علاج. في واحد لسه بيقول لي أنا مش ممكن خلاص هتصلح بعد اللي حصل لي، كل حاجة باظت ومفيش فايدة ومش ممكن الدنيا تظبط تاني. إنما ربنا مثل هذه الحالات يقول لها إيه؟ لا، أنا عندي علاج، عندي علاج للحالات المستعصية. أنا ممكن أسيب الموضوع يبوظ خالص وبعدين أصلحه كله تاني. أنتوا يا بشر ما عندكوش علاج، أنا عندي علاج للحالات اللي تقولوا عليها ملهاش علاج. الكلام ده بتاع كنتم، غير المستطاع عند الناس إيه؟ مستطاع عند الله. فاكرين دي اتقالت إمتى؟ لما المسيح له المجد بعد لقاء الشاب الغني، قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات، ودخول جمل من سوق بإبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. التلاميذ مع أنهم مش أغنياء بس صعب عليهم الأغنياء، فقالوا له إذا من يستطيع أن يخلص؟ مين كده اللي هيخلص كده؟ قال لهم بس استنى، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يعني ممكن غني يدخل السماء؟ ممكن بنعمة ربنا، يجوز يجيب له تجارب شديدة يظبطه، يعني ينقيه يشد عليه يعصر فيه، بس مش هيسيبه يهلك حتى لو كان غني، بس المهم يتجاوب مع ربنا. فهنا بيقول هأنذا أضع عليها، على أورشليم، رفادة وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة. يعني هرجع لأورشليم تاني السلام والأمانة. أنا عاوز أخد الكلمتين دول وأركز فيهم، عشان إحنا داخلين على آخر السنة برضو إيه؟ في رسائل روحية مهمة. من البركات اللي ربنا يديها لأولاده السلام، ومن الأمور اللي ينتظرها ربنا من أولاده الأمانة. الكلمتين دول مهمين قوي، ويا ريت في الكام يوم اللي فاضلين من السنة نطلبهم في الصلاة. يا رب اديني سلام، يا رب اديني أمانة، لأن الأمانة توقفك قدام ربنا. كلكم فاكرين كلمة ربنا، كنت أمينا في القليل أدخل إلى فرح سيد، أو أقيمك على الكثير، أو من هو الوكيل الحكيم الأمين. يبقى الأمانة مطلوبة، لأن الأمانة صفة من صفات الله، فيحب يشوفها في أولاده. لو أنت شبه ربنا لازم تكون أمين. أمين دي بقى كلمة كبيرة أوي. أمين في غرضك، فيش غرض وحش. أمين في صلاتك، أمين في علاقاتك، أمين في كلامك، أمين في تصرفاتك، أمين في القرش اللي في إيدك. فالأمانة معاها الصدق ومعاها الالتزام ومعاها صفات كتير أوي. فيا ترى احنا أمناء؟ هو السنة بتخلص، هل كنا أمناء؟ طب يصحنا نجاهد آخر كم يوم ونبقى أمناء، عشان نقف قدام ربنا يتقال علينا إن احنا أمناء، زي المزمور اللي بيقول عيناي على جميع أمناء الأرض كي أجلسهم معي. ربنا بيدور على الأمانة، تفرق معاه الأمانة قوي. هو عارف الإنسان ضعيف، لكن الذي يجتهد إنه يكون أمين يعجب ربنا. قيل عن موسى أنه كان كعبد أمين في بيت الله، شهد له أنه كان أمينا في العبرانيين. فهنا بيقول إيه؟ أعلن لهم كثرة السلام
والأمانة. يعني الأمانة ممكن تكتر، صحيح دي صفة إلهية، يعني ربنا قد كده أمين معانا، طب أنت قد إيه أمين مع ربنا؟ ربنا أمين جدا في وعوده، ما يخلفش أبدا. يبقى الواحد ملخبط وآخر لخبط، بس ربنا جدع، ربنا أمين، بدل قال أنا معاك يبقى معاك. وتعمل خطايا الدنيا وترجع بتوبة صادقة، خلاص هو أمين، قال يغفر يبقى يغفر، من الأمانة بتاعته. طب وانت بقى أمين في خدمتك، أمين تجاه أولادك؟ موضوع يستحق التأمل وحساب النفس. بعدين كمان يقول كثرة السلام، يعني البني آدم زي أورشليم كده اللي طار منها السلام خالص بسبب بعدها عن ربنا، فيبقى الواحد مضطرب ومنزعج ومكتئب وقلقان، كل حاجة ملخبطة. وبعدين ربنا يقول أنا عندي علاج، أنا أعود ليكم بكثرة السلام، لأنه ملك السلام، فعنده سلام ملوش آخر. فمهما كان ناقصك سلام، ربنا غني، يدي سلام يفوق كل عقل. اليومين اللي احنا فيهم بتوع كياك، التسبيحة دي بتجيب سلام، لما تقف تسبح تطلع بره الدنيا، تنسى الدنيا كلها، وخلاص كأنك مع الملائكة قاعد تهتف لربنا، تنسى مشاكلك وهمومك وجسدك وضعفك، تمام؟ مصدر من مصادر السلام، تقرب من ربنا وربنا يكسر السلام. أشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة، وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول. يبقى بيوعد تاني إنه السبي هيرجع وهيعمروا مرة تاني إسرائيل ويهوذا. وأطهرهم من كل اسمهم الذي أخطأوا بي إليه، وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلي والتي عصوا بها علي. يبقى خطايا كتيرة قوي وزعلت ربنا قوي، وصلت إلى عبادة أوثان، وصلت إلى تقديم الأطفال ذبائح، وصلت إلى إباحة الزنا، ولخبطة شديدة قوي في مدينة الله. وبعدين ربنا يقول إيه؟ أنا عندي وعدي، هشيل كل الخطايا وطاهرهم وأغفر ذنوبهم وكل اللي عملوه قبل كده، فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض. أكتر نفس تعرف تسبح ربنا هي النفس اللي حاسة بالغفران، اللي حاسس أن ربنا رفع عنه حكم الموت، شال عنه كل الخطايا، يبقى مش عارف يبطل تسبيح. لكن الإنسان اللي مش حاسس أن ربنا شال عنه كتير بيقوله متشكرين. لكن هنا التسبيح مرتبط بالقلب التائب، كل ما الواحد يحس قد كده ربنا أنعم عليه بغفران لا نهائي ورحمة غير محدودة، تلاقوا التسبيح يطلع سخن ويبقى مبتهج ويقول لأن إلى الأبد رحمته. تكون لي اسم فرح، دي أورشليم، للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض، والذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه له. يعني البلاد كلها تقول يا ربنا قد كده رجع لأورشليم وصالحها وقبلها وسامحها وعمرها بعد كل اللي عملته، فتبقى زينة في الأرض أورشليم، وتبقى مجال للتسبيح لأن ربنا رجع بالرحمة لشعبه. هكذا قال الرب، سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون أنه خرب بلا إنسان وبلا حيوان، في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم الخربة بلا إنسان ولا ساكن ولا بهيمة، سيسمع صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته. في الأيام الصعبة صوت الطرب بيروح، فيش غير صوت البكاء والنوح. إنما زي ما نشوف بيت كده في تجربة قاسية أو في حالات وفاة، يقول لك خلاص الحزن دخل البيت ده مش هيطلع، لا يطلع. ربنا بعد أيام بعد سنين تسمع في البيت الحزين ده صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. يعني إيه؟
يعني طبيعة الحياة على الأرض يجي فيها حزن ويجي وراها فرح، والفرح هنا لازم يكون بربنا. الفرح مصدره ربنا مش مجرد أفراح عادية. فهنا بيوعد إن البلد اللي هتبقى علامة الكآبة أورشليم دي بسبب السبي واللي هيحصل فيه، قال لا هيتسمع فيها مرة تاني صوت الفرح وصوت العريس والعروس وصوت القائلين احمدوا الرب، احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته. عارفين دي إيه؟ ده المزمور اللي كانوا يرددوه اليهود كتير في أعيادهم، وهو نفس المزمور اللي خدته كنيستنا وعملته الهوس الثاني. فالمزمور ده من وقت داود قننا أن يكون جزء من التسبيحة اليومية، فتقريبا كل اليهود كانوا حافظينه، زي ما تلاقوا يا شباب كتير قوي عارفين تسبيحة زيب بنايشو بشائني لأن إلى الأبد رحمته. ولو سهرتوا أي ليلة في ليالي كهك هتلاقوا إيه مزمور الجميل ده بيتقال، وبيتقال عليه كمان مدايح بنفس نغماته لأن إلى الأبد رحمته. واللي أكد أن المزمور ده كان في الألف سنة من داود للمسيح كان هو ده التسبحة أو الترتيلة المعروفة عند اليهود، أن في قصة من قصص ملوك أورشليم واحد اسمه يهوشافاط من حفدة داود يعني بعديه بكذا جيل، يهوشافاط حصروا مؤاب وعمون وجبل سعير شعوب قوية قوي، وهو شعب على قده، يهوذا كانت ضعيفة وجيشها صغير، ونزلوا في وادي اتسمى بعد كده وادي يهوشافاط، بقوا زي النمل كده. فيهوشافاط انزعج جدا لأنه مش قد الحرب دي خالص، فصرخ لربنا وقال له الكلمة المشهورة، قال له يا رب نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك عيوننا، هنعمل ايه في الناس دي كلها؟ هنحارب ازاي الشعوب دي كلها؟ جات له رسالة من واحد من الأنبياء قال له ربنا بيقول لك بدل اتكلت عليا أنا اللي حارب الموضوع عندي. يهوشافاط من بساطة إيمانه عمل تصرف رائع. هما كانوا على الجبل ونازلين على الوادي حرب، لسه ما كانش اتسمى وادي يهوشافاط لغاية دلوقتي موجود في القدس. فهم نازلين قال لهم بقى رجعوا العساكر ورا، احنا خلاص ربنا قال احنا غلبنا خلاص، هنعمل ايه؟ طلعوا اللاويين اللي حافظين قدام، المغنين، مغنين يعني المرتلين يعني، ابتدوا يقولوا ايه؟ الكتاب يقول ان هم ابتدوا يقولوا اشكروا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته. نفس الكلام ده، يبقى ارميا بيقولوا، يهوشافاط بيقولوا، داود قالوا، احنا بنقوله، هنفضل نقوله لغايه ما يجي المسيح. لانها ترتيله ما اجملها، المرد بتاعها هو الاساس، لانه صالح والى الابد رحمته. مش نجانا لاننا كويسين، احنا مش كويسين، نجانا لانه صالح والى الابد رحمته، غفر خطايانا لانه صالح والى الابد رحمته، حل المشكله لانه صالح والى الابد رحمته. فهنا بيقول هيرجع في اورشليم النغمه دي تاني، هترجع الناس تسمع التسبيحه دي تاني بعد السبي. يقول صوت العريس وصوت العروس صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر، تعبير غريب قوي، ليه؟ ذبيحة الشكر دي بتاعتنا احنا في العهد الجديد، هو التناول اسمه ايه؟ ذبيحة شكر، إفخارستية أو ذبيحة التسبيح، مش ده اللي بنقوله في لحن بشفاعة والدة الإله، فأخيرا نقول رحمة السلامة ذبيحة التسبيح، يبقى اللي على المذبح ده ذبيحة العهد الجديد، مش بقى زي الذبائح الحيوانية القديمة، لا ده المسيح نفسه. فهو ذبيحتنا التي نسبح بها إلى الأبد، لأن المسيح ذبح لأجلنا، فما عندناش حاجة نقولها غير أشكر الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فبيقول هيتسمع في أورشليم تاني الكنيسة بقى صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. ولما أتكلم عن ذبيحة الشكر ما بقتش قصة أورشليم بس، قال لأني أرد سبي الأرض، البشر كلهم راحوا في السبي، الأرض كلها من ساعة آدم راحت مسبية تحت إيد الشيطان. لما يجي المسيح ويطلق سراح البشر من يد الشيطان
ويقفل عليه مملكته. كل العالم المفروض يسبح ربنا ويقدم له ذبيحة شكر، إفخارستية. يبقى الإفخارستية هي التعبير الطبيعي لكل البشرية احتفالا بالعمل الإلهي. عشان كده دي أهم حاجة في العبادة المسيحية، إن احنا نعمل القداس ونتناول ونفضل نسبح قدام جسد المسيح ودمه، لأنه هو بذبيحته فدانا وخلصنا وأصبح موضوع تسبيح. يقول سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون أنه خراب صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس صوت العروس، طبعا العريس كمان إشارة للمسيح والعروس والكنيس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته، صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. هكذا قال رب الجنود سيكون بعد في هذا الموضع الخارب بلا إنسان ولا بهيم وفي كل مدن مسكن الرعاة المربضين الغنم. يعني برضو الغنم يرجعوا يرعوا تاني، ووقت السبي طبعا ما عادش في غنم لأن الدنيا كلها قحط. الغنم إشارة أن الكنيسة تعمر وترجع العالم للمسيح. في مدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب وفي أرض بنيامين وحوالي أورشليم في مدن يهوذا تمر أيضا الغنم تحت يدي المحصي يقول الرب. يعني إيه؟ فين لما يكون الغنم كتير قوي يقعدوا يعدوا، فطبعا المنظر ده يدل على الخير على الرخاء، أن آلاف من الغنم زي الكنيسة الممتدة في العالم كله. دي علامة العهد الجديد أن النعمة توصل لبلاد العالم كله، أن في كل بلد في ناس في غنم يسبحوا ربنا. يبقى يعني العدد بلا عدد من كثر عدد المؤمنين في كل العالم. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان، خلي بالكم بقى من النبوة دي مهم، أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. أنبت لداود غصن البر. معلش عشان انتوا معايا بقالكم مدة، تعالوا نروح لإيه إصحاح 23 اللي معاه الإنجيل كده، لأن الآية دي جت قبل كده بالظبط في عرمية 23 في 5. يقول ها أيام، أيام يبقى لسه لأن من أرمية للمسيح زيادة عن 500 سنة. تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر. إيه حكاية غصن البر دي؟ هنشوف. فيملك ملك وينجح. يبقى غصن البر معاه فكرة الملك، أو هو نفسه ملك. بيعدها تاني في 33 وقايلها في أشعياء أكتر من مرة، مثلا في الإصحاح بتاع الصليب يقول نبت أمامه كعرق في أرض يابسة. عرق يعني غصن، كفرخ يعني غصن طالع كده والأرض كلها حواليه يابسة. أولا كلمة غصن في لغتهم الآرامية القديمة معناها ناصري، ومن هنا قديس متى قال سيدعى إيه؟ ناصريا. ناصريا يعني في لغتهم البرانش الغصن أو الجزع ده. فهتلاقوها مرة جاية كلمة جزع ومرة غصن ومرة ناصري، هي نفس المعنى. فبيقول بعد أيام أرميا شايف قال هيطلع بقى إيه من داود غصن، بس غصن البر. هيطلع الفرع السليم اللي ما فيهوش ولا عيب، لأن الوحيد اللي جه من نسل داود بلا عيب ربنا يسوع نفسه، ما هو من نسل داود. ويملك، يبقى هو نفسه غصن البر يملك. عشان كده تلاحظوا في عظة المسيح يوم خميس العهد اتكلم عن نفسه ككرمة وقال انتوا كلكم أخصان بس لازم يحصل ايه؟ اثبتوا فيه، واللي عاوز يجيب ثمر يثبت فيه. كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكس، طب واللي ما يجيبش ثمر يقطع من الغصن. فأصبحت فكرة الغصن دي اتسمت عليها قرية اسمها قرية الناصر. فربنا يسوع في حكمته لما ولد في بيت لحم رجع وعاش مع يوسف النجار والعذراء في قرية الناصر.
فطلع لقبه ايه والناس مش دريانة؟ ناصري، يعني ايه؟ غصن. فأصبحت النبوءة منطبقة عليه تماما، جت أكثر من مرة في أشعياء وأكثر من مرة في أرميا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. يبقى هو ده اللي هيرجع البر للبشر والعدل، لأنه هيتصلب وإيه ويحكم بالعدل، أنه ياخد الموت في نفسه. في تلك الأيام يخلص يهوذا. شوفوا بقى، جت كلمة الملك والغصن والخلاص كلها مرتبطة ببعض. وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به. غريب قوي الاسم ده، أورشليم هيسموها ايه؟ الرب برنا. عارفين دي شبه متى واحد لما يقول ايه؟ يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معه. يعني ايه الرب برنا؟ عند اليهود البر يساوي الناموس، فهم عندهم الناموس برنا، او نتبرر بالناموس، ده اعتقادهم. اللي يعمل الشريعة كلها يحسب بار. فالكتاب شهد من العهد القديم ان ولا واحد فلح، محدش عمل الشريعة وقال ليس بار، ليس ولا واحد، لانه لو كان بالناموس بر إذن المسيح مات بلا سبب، ده اللي قاله غلط. فالمسيح جه يعطينا بر خارج الناموس. احنا كلنا بالنسبة للشريعة والناموس محدش نجح، كلنا سقطنا، كلنا ما عملناش المطلوب، كلنا لسنا أبرار. فيجي المسيح له المجد، لأنه هو البار الوحيد، بار حقيقي، بار بلا خطية، يعطينا من بره. يبقى هيعمل ايه بقى؟ ياخد اللي لينا خطايانا ويعطينا الذي له البر بتاعه. فتبقى أورشليم اسمها الجديد ايه؟ الرب برنا. تبقى الكنيسة علامتها في العهد الجديد انها لا تتبرر بالناموس ولا بالختان. وعشان كده في القرن الاول لما حاولوا بعض اليهود المتنصرين يرجعوا المسيحية الى اليهودية، بولس وقف لهم وقفة جامدة قوي، بدأت التهوت، واجتمعت الكنيسة وقررت لا، مش هنرجع الناموس التاني بالحرف ولا الختان ضروري، لأن احنا نتبرر بالمسيح بالنعمة، مش بنتبرر بالناموس والشريعة اليهودية. احنا أصبحنا تابعين لبر المسيح. قالها في فيليب لما كان مسجون في روما، يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لأصل إلى بره. ليس لي بري بل البر الذي من المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يعني أنا مش داخل على المسيح كيهودي بقول له أنا عندي ختان وعندي سبت وعندي ذبايح وأنا إيه كويس، لا لا أنا مش كويس، أنا زي كل اليهود لست بارا، لكن أنا عاوز البر الذي بالإيمان. فداخل المسيح أخذ البر من الصليب. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به الرب برنا. عشان كده أي الواحد يقول أنا ما أنا بل نعمة الله. لو المسيح لو المجد جه في آخر الأيام وقال تعالوا يا مبارك أبي أنتوا أبرار، نقول له إيه؟ أبرار منين؟ أنت برنا، أنت اللي عملتنا أبرار، وإحنا فينا حاجة عدلة؟ إحنا خطاة من رأسنا لرجلينا، لكن لأننا لزقنا فيك وانتسبنا ليك وبقينا أخصام في غصنك، خلاص اتحسبنا أبرار على ذمتك. فالرب هو برنا، وليس لنا بر في أنفسنا من ذاتنا، وإن فعلنا كل البر نظل إيه؟ عبيد بطلون. يعني مهما عملنا دي مش شطار، لأن أي خطية ضيع اللي عملناه، لكن البر يبقى بناخده من ربنا يسوع. لأنه هكذا قال الرب لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل. وقت السبي الناس تخيلت أنه مملكة يهوذا وبيت داود انتهى إلى الأبد، لأن خلاص آخر ملك راح مسبي مهان وكانت شغلة صعبة، فتصوروا أنه لن يقوم قائمة تاني لشعب يهوذا أو بني داود.
إنما تدور الأيام ويرجعوا ملوك من نسل داود، وطبعا أغلبهم انحرفوا إلى أن أتى الملك الحقيقي اللي اتقال له وصلنا يا ابن داود، فقال هيفضل على كرسي داود من يملك إلى الأبد. في الأول كانوا فاكرين الكلام على سليمان، بس سليمان مات، لكن الذي يملك إلى الأبد هو مسيحنا وملكنا ربنا يسوع. ولا ينقطع للكهنة اللاويين إنسان من أمامي، دي إشارة برضو للعهد الجديد، إن الكهنوت مكمل في العهد الجديد، يصعد محرقة، بس المحرقة بتاعتنا هي ذبيحة البر، هي ذبيحة التسبيح، ذبيحة الشكر، ويحرق تقدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام. يبقى كهنوتنا في العهد الجديد ليس كهنوت يحمل حيوانات، إنما يحمل جسد المسيح ودمه ذبيحة شكر. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: هكذا قال الرب، إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض. يعني إيه؟ آية مشجعة جدا. كل يوم تصحى تلاقي في نهار، تيجي بالليل تقول في ليل، طول ما في نهار وفي ليل يبقى ربنا بيقول لك أنا مكمل عهدي معك. يعني دوران الليل والنهار بيقول لك ربنا ما تغير، ربنا بيحبك وربنا لسه عاوزك، ومهما حصل في حياتك ربنا مستنيك وربنا مسؤول عنك. وزي ما بيدور الدنيا دي بنظام، هو برضو ايه سايق حياتك. فبيقول إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل أبقى أنقض عهدي معكم. يعني هو بيحطها بشكل ايه زي اللي مستحيل، عمركم شفتوا ما جاش نهار وما جاش ليل؟ كل يوم بيطلع علينا نهار وبيجي علينا ليل. عهدي ايضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسي ومع اللاويين الكهنة خادمي. يبقى ايه؟ يبقى الكهنة دول خدام المسيح، عهد قديم وعهد جديد، ودول واخدين كهنتهم في العهد الجديد من المسيح نفسه. يعني احنا ككهنة المسيح يعمل فينا بروحه، احنا مش ابرار بذواتنا، احنا خطاة زيكم زي كل البشر، لكن ربنا يسوع يكهن فينا، يقدس فينا، يعمدكم من خلالنا، يعطي الروح القدس من خلالنا، يدي الغفران للشعب من خلالنا. عشان كده صرنا وكلاء الله، وكلاء اسرار الله. فالوكيل هنا مسؤول عن نعمة إلهية، فالمسيح له المجد يظل له كهنة إلى الأبد. كما أن جند السماوات لا يعد، يعني شوفوا النجوم ملهاش عدد، ورمل البحر لا يحصر، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمية. يعني إيه؟ يعني زي ما النجوم كده ملهاش آخر، وفعلا النهاردة يقولوا في العلم ده طلع النجوم دي كتيرة قوي، احنا يتهيأ لنا بعنينا نعد كم نجم، لكن بقى بالتلسكوب بقى والحاجات دي تلاقي الشغلة صعبة جدا. والرمل مهما كمسكته تلاقيه ملوش عدد، فربنا بيقول أنا ولادي مش هيبقى لهم عدد، والخدام بتوعي هيبقوا بلا عدد، خادمية دول هيبقوا بلا حدود. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: أما ترى ما تكلم بهذا الشعب قائلا، إن العشيرتين اللتين اختارهما الرب قد رفضهما، فقد احتقروا شعبي حتى لا يكونوا بعد أمة أمامهم. هكذا قال الرب، إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل فرائد السماوات والأرض، فإني أيضا أرفض نسل يعقوب وداود عبدي، فلا أخذ من نسلي حكاما لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأني أرد سبيهم وأرحمهم. نفس المعنى بطريقة تانية. يعني الشعب ابتدى يقول إيه؟ لا ربنا رفضنا خلاص، مش ممكن يقبلنا تاني، ربنا غضب علينا للأبد. هلا بعد النهار في ليل وبعد الليل في نهار، بعدين غفران وهتفرج برضو، وبعدين طول ما في فرائد السماوات يعني نظام الفلك داير كده، أنا كمان مهما رفضت شعبي برجع أقبله تاني، أرد سبيهم وأرحمهم.